سلام الله معكم أحبتنا متابعي نوسات الأردنية من عمان، نحييكم في هذه الحلقة من برنامج عين على المشرق، حلقة متميزة، المكان والزمان والضيف. المكان هو هذا الصرح الأردني العريق، إنه برلماننا الأول. نحن الآن في متحف الحياة السياسية، هذا المبنى الذي سجل الكثير من روايات الوطن ومن مواقف الوطن، وهو الشاهد على أن وطننا هو وطن الشورى والديمقراطية والكرامة والوحدة والحياة الفضلة. في هذا المساء الطيب أيها الأحبة متابعينا على هذه الصفحة وعلى محطة نورسات الفضائية، نقول لكم أسعدتم مساء، هذا المساء العماني الذي فيه نجلس هنا لنستعيد إنجازات الأولين في إنشاء هذه الدولة، الدولة الراسخة في المئوية الأولى. نحن أيها الأحبة في مكان سجل العديد من الإنجازات في الحياة السياسية، ولا يمكن للسياسة أن تكون خيرة إذا كانت بعيدة عن الإنسان، فكان الإنسان هو الأغلى، ولغة الإنسانية ولغة الوحدة ولغة المحبة والمودة هي التي رأيناها هنا ونسمع أصداءها من جنبات هذا المبنى، مبنى الآباء والأجداد. أحييكم من قاعة التشريفات من مبنى البرلمان الأردني الأول. كان هذا المكان مجلس الأمة الأردني من عام 1942 إلى عام 1978، وهنا نجلس أمام هذا الكرسي الذي جلس عليه عظماء وكرماء بني هاشم. نحن في قاعة التشريفات نقول لكم شهدت هذه القاعة إنجازات في القانون والدستور، وهنا رأينا ملوك بني هاشم يجلسون ونحتفل نحن بجلوسهم، ليس فقط على عرش المملكة وإنما أنهم جلسوا ويجلسون في قلوبنا التي أضحت عروشا لمحبتهم. مرحبا بكم مجددا، الليلة نترافق وإياكم في رحلة نكهتها أردنية ومؤابية، وضيفي في هذا المساء هو أخي وصديقي سعادة العين مدلة طراونة الكركي المؤابي الأصيل، هو عضو مجلس الأعيان الأردني وعضو في المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي. أسعدت مساء سيد. مرحبا أهلا وسهلا بك. شرفتنا. أولا يعني أنا سعيد جدا بلقاء أخي سيادة الأب نبيل حداد في هذا المساء الطيب المبارك، وكل الشكر لك ولقناة نورسات الأردنية على هذه الاستضافة. بادئ ذي بدء، مساء عماني كراكي أردني بامتياز. نحن في هذا المكان العابق بالتاريخ النابض بالحياة، يعني الذي يعبر عن أصالة الأردنيين في الشورى والديمقراطية والبرلمان. هذا البرلمان أو هذا المكان العابق بالحياة دخله الملك المؤسس عليه من الله الرحمة، ف
ثم الملك طلال عليه من الله الرحمة والملك الحسين طيب الله ثراه في هذا المكان العابق بالتاريخ، يعني كما تفضلت ويعني أشرت على أنه في روايات للوطن وفيه أقر دستور 52 وفيه عبرنا المئوية، من خلاله عبرنا المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية والتي مضى على عمرها يعني 100 عام، ونحن نستقبل المئوية الثانية في عمر جلالة الملك المديد الملك المعزز الملك عبد الله الثاني بن حسين. حقيقة يعني عندما يكون الإنسان في هذا المكان المليء والنابض بالحياة لابد وأن يستذكر جهود الأردنيين وعرق جبينهم في بناء دولتهم الأردنية التي بنوها، وكانت والحمد لله يعني ولدت من رحم المعاناة. نعم. وبالتالي هذه الدولة مسيرتها 100 عام حافلة بالعطاء والخير، أصبنا فيها في محطات كثيرة ولا بد من مراجعة في بعض المحطات، ولكن هذا جهد أردني يقدر للأردنيين بامتياز. المكان هو أول مبنى للبرلمان الأردني، الزمان هذا الزمان هو زمان يتجدد فيه هذا الوطن بفكره. احنا سعادة العين مد الله الطراونة، انت ايضا عضو في اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية في المملكة وانجزتم انجازا. خير مكان نتحدث فيه عن التحديث هو هذا المكان، لأنه تجربتنا في العمل في السياسة في العمل السياسي الوطني هنا كانت. ماذا تقول، ما هي العلاقة ما بين المكان وإنجازاتكم؟ لقد شرفت بالأمر الملكي بانضمامي إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برفقة ثلة طيبة من أبناء هذا الوطن يمثلون كل أنواع الطيف السياسي، وكان برئاسة دولة الأخ الحبيب الدكتور الأستاذ سمير الرفاعي. ويعني عندما تفضل جلالة الملك وبالرسالة التي بعثها إلى دولة سمير الرفاعي أن الأمم الحية التي تنبض بالحياة هي التي تطور وتحدث تشاريعها، وطالما أن هنالك يعني أن الدولة نابضة بالحياة فبالتالي هي حية فلا بد من التطوير والتحديث. ومن سمات الشعوب الحية أنها تطور قوانينها وأنظمتها لتتوائم مع العصر. حقيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يعني كان كتاب التكليف السامي لرئيس اللجنة والإخوة الأعضاء أنه هو إنجاز يعني قانون انتخاب جديد وإنجاز قانون الأحزاب السياسية، ثم لتطوير الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب وتعديلات التشريعات الناظمة للحياة السياسية بحيث تتوافق مع الدستور ومع التطور الذي يعني يجري على هذه القوانين. حقيقة يعني أنه يعني تم التوافق على يعني قانون الانتخاب، و مجمل القوانين كان الحديث فيها يعني من خلال العصف الذهني والفكري لساعات طويلة، واستمر حوالي تقريبا 115 يوما. تم إنجاز والحمد لله هذه التشريعات التي تليق ببلدنا وبطموحات جلالة الملك. أستاذ مد الله، إيش أبرز ملامح نتائج عمل اللجنة الملكية؟ يعني اولا من كتاب التكليف مخرجاتها من 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 اهم الامور التي يعني رافقت هذا الامر من سواء بكتاب التكليف السامي وما رافقها، ثم ب يعني عندما تسلم جلالة الملك مشاريع القوانين قال بالحرف الواحد انه يعني يتعهد امام الحكومة انه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تتسلم هذه المشاريع ثم تودعها إلى عهدة مجلس النواب بشقي الأعيان النواب والأعيان ليعني التطوير والتحديث والإضافة والحذف وما إلى ذلك.
وبالتالي لأول مرة أن جلالة الملك يقول أنا ضامن لمخرجات هذه اللجنة بأن الحكومة يعني ستذهب بها إلى مجلس النواب. وحقيقة ما رافق أو ما كتب وما تم التوافق عليه أعتقد أنه كان محل التقدير والاحترام من قبل الأردنيين جميعا، وأن هذه اللجنة كانت هي لكل الأردنيين، تلقت يعني كل الملاحظات من الساسة وقادة الرأي والأحزاب والمهتمين بهذه التشريعات كلها. ونعتقد اليوم لقاء جلالة الملك مع رؤساء الوزراء والوزراء السابقين أننا ماضون، وأن الإرادة السياسية عازمة أو يعني مصممة على يعني إن شاء الله أن تكون ذلك تطوير يعني تطوير أو الحياة السياسية في المرحلة المقبلة، وأن قانون الانتخاب يعني القائمة الوطنية التي فيه ويعني كانت 30% من حصة مجلس النواب هي 41 مقعدا للأحزاب السياسية، أعتقد أن هذه فرصة تاريخية بحيث 41 مقعد 41 مقعد يعني قوائم تشكلها الأحزاب السياسية على مستوى الوطن، أولا لتعزيز السلم المجتمعي في هذا الموضوع، ثم كما تعلم أخي سيادة الأخ الكريم أن المجتمع الأردني والحمد لله بكافة أطيافه مجتمع متحاب فيه سلم مجتمعي، في سواء كان الإخوة المسيحيين والشركس والشيشان والبدو والريف والحضر والمخيمات، كلهم حقيقة يعني كلهم يعني يسعون إلى تطوير هذه الهوية الجامعة لأبناء الأردن، وبحيث نمضي بأردن يعني يكون شمعة مضيئة والحمد لله كما هو شأنه في 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 المنطقة، وأن الموقع السياسي والجيوسياسي للدولة الأردنية والتي يقود السياسة التي يقودها جلالة الملك والتي تحظى ب يعني بإجماع غربي حقيقة والاتحاد الأوروبي أو أو الأمريكي في هذا، أنه جلالة الملك هو الذي يقود هذه السفينة، وبالتالي هذا البلد اللي يعني الحمد لله يعني صحيح أنه قليل الموارد فيه شحيحة لكنه كبير بعطائه، كبير بموقعه الاستراتيجي، وهو مؤثر على في السياسة الدولية والمحلية والإقليمية، وبالتالي لاعب رئيس في المنطقة، ويعني دور الأردن واضح وأساس فيه حقيقة بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك الاهتمام بالشأن العربي العام، ويعتبر يعني جلالة الملك أول رئيس دولة عربية يزور الكونغرس يزور الولايات المتحدة في عهد بايدن، ثم يتكلم عن قضايا المنطقة كلها سواء كانت فلسطين أو العراق أو سوريا أو اليمن، وبالتالي يعني هذا الهم الذي يحمله جلالة الملك يعبر عن طموح الأردنيين جميعا أن يحملون هذا الهم كله، الهم القومي والعربي والإسلامي المنطقة بأسرها، وبالتالي هذا دليل على أن الأردن بموقعه السياسي والجيوسياسي ملاعب مهم في المنطقة إن شاء الله تعالى، وبالتالي لما يحظى من احترام وتقدير عالميين لقيادته التي نحترمها ونقدرها ونعزها. أخي سعادة العين مد الله، أنت عضو مجلس أعيان، ولكن أنت في الوقت نفسه أنت حزبي وقائد حزبي، وكنت أمين عام لحزب الوسط الإسلامي. ما هو رأيك بمخرجات اللجنة الملكية فيما يخص قانون الأحزاب وفيما يخص القوائم الحزبية؟ أنا بعتقد أنه يعني كوني أنا كنت عضو في اللجنة في لجنة الأحزاب أن يعني في خطوة متقدمة جديدة، وأنا يعني راض تمام الرضا عما أنجزناه أنا وزملائي في اللجنة وبرئاسة اللجنة، بحيث أنه يعني عرفنا الحزب بأنه تنظيم سياسي وطني أردني يتألف من مجموعة من الأردنيين حق لهم تأليف هذا الحزب والمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية والحكومات ضمن المادة 35 من الدستور، وبالتالي يعني أن التطوير في هذا الموضوع أن الأحزاب اليوم والانتماء إليها ليس عيبا ولا شنارا أو شنارا شنارا، ولا وإنما هو مصلحة وطنية، وكل من يلاحق هذا العضو أو ذاك يجرم في موضوع بملاحقته لدى القضاء. ثم إنه المهم في هذا الموضوع أن هنالك سجل الأحزاب أصبح تابع للهيئة المستقلة للانتخاب، وبالتالي يحق لمجموعة من الأردنيين أن لا يقل عددهم عن
300 بأن يسوء 300 يسوء نعم. حزبا سياسيا هاي الصيغة الجديدة هذه الصيغة نعم. الجديدة نعم. وبالتالي اليوم يعني حق للطلبة والأحزاب إلا من يعني في التحوط من هذا الموضوع أن يمنع من يعني من ينتسب للحزب من القوات المسلحة وأجزاء الأمن هذه سياج نعم. للوطن وكل الأردنيين والقضاء ومجموعة من الممنوعات في هذه القضية لأنهم هؤلاء نعتبرهم جميعا هم يعني ملاذ الأردنيين وبالتالي يعني هم للأردنيين جميعا. الآن بالنسبة لقانون الأحزاب سعادتك قانون الأحزاب 41 من 100 وكم؟ هذا قانون الانتخاب أول شيء عفوا قانون الانتخاب المشروع مسودة المشروع القانون نعم. نعم. أن عدد مجلس النواب 138 97 للقوائم المحلية نعم. و41 للقوائم الوطنية على مستوى الوطن نعم. كم أعطي للمرأة؟ أعطي للمرأة 18 مقعدا على مستوى كوتا مرأة على بالإضافة إلى أنه في موضوع الترشح للانتخاب أن يكون من أول ثلاثة لا يقل عدد السن الشاب عن 35 وفي المرتبة الخامسة أو السادسة يعني مرأة شرط بهذا الموضوع نعم. الآن موضوع المحافظة على الكوتات الموجودة في المنطقة ما بسميها أقليات حقيقة لأنه أنا بعتبر الإخوة المسيحي مكون رئيس من مكونات الدولة وبالتالي نتقاسم نحن وإياهم لقمة العيش وتراب وهواء هذا الوطن وبالتالي هم يعني مؤثرون في الحياة السياسية والأردنية وهم نعم وطنيون نعم بامتياز وكذلك الإخوة الشيشان والشركس والبدو نعم. الموضوع الجديد في الموضوع أنه يعني محافظة على يعني على تميز هذه الكوتات لأنها يعني مطلب الرئيس في هذه القضية وتعزز الوحدة نعم الوطنية نعم التي يعني نعتز ونفتخر بها. حقيقة اللي بقودني في موضوع آخر إنه أنا يعني أول شيء أنا أردني وكركي من والد الكرك يعني أشرف بأنني يعني أنني صحيح إنه هواي أردني لكنني كركي الهوى والمنبتي والنعم حقيقة للكرك اليوم تتكلم هي نموذج يحتذى في 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 وكما هو شأن المدن الأردنية جميعا سواء كانت السلط ولا عمان ولا الزرقاء ولا إربد ولا عجلون في موضوع أنه هنالك أنا ما بسميه بس فقط يعني تعايش نعم سلمي بين الإخوة المسيحيين وال لا هم يعني هو أعتقد هو انخراط فيما هو مكون الرئيس من مكونات الدولة نحن أهل نحن بيننا محبة بيننا أخوة يعني بيننا ترابط بيننا يعني تواصل في المحبة وحقيقة في موضوع المشاركة في الأفراح والأتراح فهمنا واحد. أنت أخي مد الله أنت سبقتني أنت مستعجل على هذا الكلام الطيب هذا نابع من قلبي أنا أعلم يعني أنت عندما تكون كركيا مؤابيا أردنيا شيء طبيعي هذا كان هذا ديدا الأردنيين جميعهم إنه التحاب والتوادد وهذه القربة الوطنية والقربة في الجيرة والقربة في 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 طاعة في طاعة الله تعالى أنت حزبي ورجل سياسي وكنت قبل ذلك أنت معلم قم للمعلم وفي تبجير القيمة الطيبة التي تتحدث عنها قيمة هذا التواد والتراحم والمحبة بين المسلمين والمسيحيين يعني أين أخذتها أنت في مسيرتك التعليمية أو كيف تراها في مسيرة التعليم ككل ثم من هناك بدي أسأل وأنت حزب الوسط الإسلامي كيف تفعلون وتفعلون يعني حيال هذا المطلب الإنساني الراقي المتمدن الذي ينم عن إيمان بالله وطاعة لله تعالى بأن نحب كل الناس
وبعدين أمة كنتم أمة وسطة مش هيك؟ نعم. يعني ويبقى كما تفضلت أنه المسيحي هو مكون في هذا المجتمع. أنا شفت شواهد كثيرة بس بدي أسمع منك. هو أنا دعني أتكلم عن الكرك. نعم. يعني مدينتي التي أحب وأعز. نعم. في القرن التاسع عشر التاريخ يقول أن محمد بن عبد القادر المجاري طلب من الفاتيكان، وهذا موجود مدون، نعم، بأن يأتوا إليهم بكاهن يعلم الإخوة المسيحيين دينهم، وأن يدفع له راتب من المسلمين يتبرعوا بهذا الراتب حتى أنه يعني يهتموا بهذا الموضوع، بحيث أنه يعني ما يعني يتمسكوا في ديانتهم المسيحية. هذه واحدة. نعم. النقطة الأخرى لا زلت أذكر أنه يعني كان جابيا في الكرك يدعى أبو زبارط. أبو زبارط. نعم. يعني من الهلس كانوا من العشاء. نعم. فكان يعني يأخذ الديون بعد وقت الحصاد اللي بيسموه الطلاع يعني. نعم. بالمصطلح الكركي. نعم. فأعطوه في بلد أو في أرض اللي مقسم اللي دولة الدكتور فايز ربنا يشافيه وعافيه، فأعطوه 50 درهم شرحة، بحيث هذه إلك أنت لأنك أنت رجل بتراعينا وبتصفر علينا في ديلك وأنت واحد منا وفينا. والتاريخ بقول أنه حلف الشراقة المسيحيين القصوص الهلسة كانوا تابعين لحلف الشراقة، تابعين للطراوني. هذا وأنا بقول للأخ العم الكريم الباشا يوسف القصوص، نعم، إحنا حلف تقليدي غير أنه الحلف الإخوة في الشمال المجالي والمعايطة، نعم، وإن كان هذا كان حزب يتنافس فيما بينهم بعض لخدمة الكرك وليس حزبا يعني تناحريا. نعم. أو يعني حزبين متناحرين في هذه القضية. تنافس كريم في خدمة الكرك وخدمة. نعم. الأردن. نعم. ثم يذكر التاريخ كذلك أن عود القصوص كان شيخا يعتبره برلمانيا، كانت حصته أنه تخبى في البرلمان ليس على أساس أنه من باب الإقلية من باب كوت المسيحيين، وإنما هذا اعتباره يعني شيخ للكل في هذه القضية. نعم. منذ طفولتي إلى اليوم لم أسمع بأنه يعني أنه مثلا سماكي قرية المسيحيين ولا أدر ولا حمود ولا كذا، أنه ناس يتواصلون فيما بين بعضهم البعض. نعم. بالمحبة والأخوة، وبالتالي هذا الإرث الكركي انتقل إلى عمان. والكركي بقول مش متحيز، الكركي غير في المصطلح هذا. نعم. بالتعامل في هذه. نعم. القضية اللي هي يعني فيها المحبة والتقدير والأخوة في هذا الأمر. احنا حقيقة في حزب الوسط الإسلامي، ولعلك حضرت يعني شرفتنا يعني أكثر من مرة، تشرفت عدة مرة كثيرة في إفطار العديد من الحزب وحتى في المؤتمر العام، وألقيت كلمة فيما أذكر. نعم. ثم كذلك الأب الشوملي ألقى كلمة. الله. ثم يعني معنا مجموعة من الإخوة المسيحيين أعضاء في الحزب، سواء كان معالي سامي قمو، ثم انتظم إلينا جديدا الدكتورة رودينا بطارسة، ثم أذكر على الملأ يعني أنا معالي الأخ الكريم الدكتور رجائي المعشر كان يتبرع لحزب الوسط الإسلامي لما ما قبل كورونا، فيعطينا شكا سنويا قيمته 5000 دينار، ويقول لإيماني بسمو وأهداف هذا الحزب، وذلك لأن عليه دين من 2019 لغاية الآن نستحق من أبو صالح، وهي كان بجيابنا يعني أبو صالح عزيز. نعم. نعم. يعني أبو صالح ما بقصر. نعم. هذه حقيقة، هذه الأخوة وهذه المحبة وهذا التآلف أعتقد أنه نموذج يحتذى في المنطقة. وأنت لما قلت عيننا على المشرق، أنا الأردن نموذج حقيقة في المحبة والسلم المجتمعي والتآخي ما بين الإخوة المسيحيين والمسلمين في هذه القضية. وأن الأردنيين اليوم ما عندهم حقيقة لا طائفية ولا إقليمية. نعم. واليوم الطائفية والإقليم مزقت دول من حولنا. نعم. مزقتها الطائفية والإقليمية وذهبت بها أدراج الرياح ومزقتها شر ممزق، وذلك إحنا هذا النموذج يجب علينا أن نحافظ عليه. صحيح. وأن نتمسك به وأن نربي أجيالنا، مو ما أبقى أن يؤمنوا بالرأي والرأي الآخر، أن هذه الثقافة يجب أن تتعمق، أن هؤلاء جزء من نسيج هذا الوطن ويخدمون هذا الوطن، وبالتالي هذه المحبة وهذه الأخوة أعتقد أنها نموذج يحتذى في المنطقة. وإحنا كحزب سياسي اسمه الوسط الإسلامي مرجعيته إسلامية لكنه ليس حزبا دينيا، نؤمن بالرأي والرأي الآخر، ونقبل يعني أي عضو يأتي ويؤمن بأهداف هذا الحزب
احنا بنقول اهلا وسهلا ومرحبا بك في حزب الوسط الاسلامي. لك الحق بان تشارك يعني وان تتبوأ في يعني ارفع المناصب في، ليس عندنا ما يمنع، ورشحنا في قوائمنا في اكثر من من من, من دوره، وانه ندعم يعني اخا مسيحيا لانه احنا بنعتبر حاله انه هذا ممثلنا في هذا القطاع او ذاك. هذا حقيقة الأمر اللي بيستدعي إنه التركيز على هذه القضية في المرحلة القادمة في ظل إقليم ملتهب من حولنا في المنطقة. والحمد لله الأردن هو النموذج الذي يحتذى في المنطقة في التعايش والمحبة والأخوة بين أبناء هذا الوطن الواحد لكل. واليوم الحمد لله الأردن اليوم يمد يده للبنان في موضوع الطاقة، في موضوع الكهرباء، نعم. ويعني تقديم كل يد العون، ولا يمكن أن يقبل الأردنيون بكرمهم وبسماحتهم وبقوميتهم أن يبقى لبنان معتما لا كهرباء فيه. وبالتالي الحمد لله هذا الجهد الطيب المبارك اللي بيقوده جلالة الملك اليوم وتقود الحكومة، نعم. أعتقد أنه يعني محل التقدير والاحترام في المنطقة كلها. ودائما الأردن هو يعني يقدم مصلحة العرب والمسلمين وكل منطقة على مصلحته الذاتية. وبالتالي عندما يتكلم جلالة الملك في 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 كل المحافل الدولية يتكلم عن القضية الفلسطينية أنها قضية محلية وطنية، وهذا شأن الأردن. أعتقد أن هذا محل تقدير وفرح لنا. في موضوع المنظومة السياسية والتحديث، أعتقد أنه اليوم التركيز عليها ووسعت هذه المنظومة وصلت إلى مجلس الأعيان والنواب، وكل قادة الرأي أعتقد حرية بالقراءة وتقديم ملاحظات عليها حتى نعبر في المئوية الثانية بإصلاحات حقيقة جدية وحقيقية، ويكون في برلمان نصل فيه إلى برلمان يعني 30% حزبي، ثم برلمان 22 يكون 65%، ثم برلمان 23 يكون حزبي بهذه المنظومة. أعتقد أنه اليوم الحزبية بدها لا سلة، ممكن مش ممكن تكون بجرة قلم، لكنها بحاجة إلى ثقافة، بحاجة إلى توعية من المدرسة والجامعة، وحقيقة يهيب كل قادة الرأي ويعني كل التنويريين سواء من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وكل أبناء وطننا بأن يعززوا هذه التجربة، لأنها محل تقدير ونظر من جلالة الملك في هذه اللحظة التاريخية. أعتقد أنه هذه فرصة تاريخية لشبابنا اليوم بأن يلتقطوا هذه الفرصة ويعبروا بها، ثم يكون اليوم سن الشباب سن الترشح أصبح 25 عام. أعتقد اليوم المجتمع الأردني مجتمع مثقف 25 مثقف وواعي، والاهتمام فيه في جيل الشباب ذكور وإناثا، أنه اليوم الحمد لله المجتمع الأردني اليوم أو الشباب الأردني الشباب المثقف وقدم نجاحات كبرى في العالم من حولنا في هذا البلد أو ذاك. الأصل يكون لإسهامات في بناء وطننا ورسم الملامح المرحلة المقبلة، حتى أنه إن شاء الله تعالى يكون في نموذج للأجيال القادمة أنه الأردن اليوم يتقدم ويتطور على الرغم من شح الموارد، وهذه إن شاء الله غمة وتزول، وإن شاء الله يكون الأردن دائما وأبدا في الطليعة للمنطقة بأسلحة. سعادة الأخ مد الله، أنا سؤالي لك الآن ونحن في هذا المكان الذي يشهد للوطن، عندما ننظر هنا ومن هنا نحن لا نتوقف عند التاريخ للتاريخ على أهميته وعلى كرامته، ولكن انظر هذه الجدران تتحدث عن مواقف، عن رجال، عن مهابة، عن حكمة، عن فطنة، عن اهتمام بخير الوطن. هذه دروس، هذا موروث، وخاصة احنا يعني في هذه البقعة بالذات، في هذا المكان بالذات. انا بشم عطر التاريخ هنا. السؤال، ما الذي نحتاجه الآن ونحن على أبواب مرحلة جديدة في الحياة السياسية ونتحدث عن منظومة أخلاقية وعن تآخي ووئام؟ كيف ترى يعني واجبنا إعلاميا وتربويا واجتماعيا؟ إيش مطلوب منا في هذه الأيام؟ إيش مطلوب
حتى يبقى بريق وألق هذه العلاقة ما بين المواطنين. ثم في طريقة تعاملنا مع قضايانا الوطنية كما نقرأ في هذه البناية التي كانت أساس البناء للدولة الأردنية والدستور الأردني. شكرا سيادة الأب. أنا أعجبتني عبارة قرأتها قبل قليل للراحل العظيم الحسين الله يرحمه رحمة الله عليه، قال يجب أن لا نكون أسرى للماضي وإنما لابد من أن نستلهم المستقبل. صحيح. هذه عبارة جميلة كانت في إحدى الدورات المجلس النواب تكلم بها الراحل العظيم. اليوم إحنا يجب أن لا يكون الماضي حققنا فيه إنجازات، أصبنا هنا وأخطأنا هنا، فلا بد من المراجعات في هذه القضية أو تلك. الآن إحنا في موضوع المنظومة السياسية يجب أن لا نتوقف عند هذا الحد فقط، وإنما يجب أن يرافقها الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري على حد سواء. يجب أن يكون يعني يمشيان جنبا إلى جنب مع بعضهم البعض، متوازي مع بعضهم البعض، في بحيث نقول بناء الدولة الحديثة. نعم. بناء في المئوية الثانية في بلد عاش في صعوبات وجاوز محطات كثيرة كانت كاد أن تعصف به. صحيح. والسنوات الخمس الماضية كانت لولا حكمة قائد الوطن والتعامل معها قمة الحكمة، كانت عاصفة كانت يمكن أن تودي بالبلد وبنظامه السياسي. صحيح. لكن الحكمة والصبر أعتقد هي ما يميز السياسة الأردنية اليوم وعدم التدخل في شؤون الإقليم. الآن استلهام الماضي والسير في المستقبل. نعم. واليوم دعوة إلى كل أبناء الوطن للانخراط في العمل السياسي والعمل الحزبي ورسم ملامح المستقبل في المرحلة المقبلة، لأنه لا فرق أو لا عداء بين العشائرية والحزبية طالما أن العشائر الأردنية اليوم هي مكون رئيس من مكونات الدولة، لديها عادات وتقاليد وقيم محترمة ومقدرة. نعم. وكل واحد منا يحافظ على اسم عائلته، وبالتالي الأصل أنه يدخل في العمل السياسي هذا، وأنه يعني ليس مجرما طالما أن الحزب تعريفه تنظيم سياسي وطني برامجي. ونحن بنطلع اليوم في موضوع اللي هو البرامجية في المرحلة المستقبلة، وذلك أنه الحشو والكلام الذي لا يفيد لن ينفع. كيف يمكن أن تقدم نفسك اليوم إلى المجتمع الأردني لكي تستقطب أصواتهم وتستحثهم على أن ينتخبوك؟ الأصل أن تقدم لهم برنامج واضح المعالم والتطبيق في المرحلة المقبلة. وبالتالي المرحلة المقبلة هي مرحلة برامج ومرحلة سياسات من الأحزاب. الأصل أن تقدم نفسها وتعاون وتحاول منتجة هذه النفس وتحديث حالها، ثم الأحزاب اللي بينها يعني أهداف وقيم مشتركة. وإحنا شرعنا في بيننا وبين حزب المؤتمر الوطني زمزم، شكلنا لجنة عليا للسير في إجراءات الدمج، ونحن عازمون ومصممون إن شاء الله تعالى على الدمج فيما بين حزب الوسط الإسلامي وحزب المؤتمر الوطني زمزم، من ما بيننا من قيم وقيم المواطنة هي التي تجمعنا. نعم. ثم أننا قدمنا مصلحة الوطن على مصلحتنا. عندما تقدم مصلحة الوطن على مصلحتك ويندمج حزبان قويان مع بعضهم البعض، الأصل يكون هذا نموذج يحتذى في هذا البلد، أنه تقديم المصلحة العليا للدولة مقدمة على مصلحة الفرد بحد ذاته، حتى يكون إحنا نعطي نموذج يحتذى، ثم نلبي يعني ما تكلم به جلالة الملك في أوراق النقاشية أو في المنظومة السياسية بأن هناك يجب أن تكون أحزاب برامجية تسعى لخدمة المواطن الأردني وتقدم له نموذجا حتى تستقطب أصواته في هذه القضية. ثم إن كان هنالك يعني برامج سياسية أو حياة برلمانية، إحنا إن شاء الله تعالى
ربما تكون هذه فاتحة خير مع الأحزاب الأخرى، نضع يعني هذا الكأس وهذا الكأس في 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 دلو واحد. نعم. ثم يكون مسمى جديد في المرحلة المقبلة. نعم. لخدمة هذا الوطن. أعتقد أنه مصلحتنا القادمة أو المصلحة المعتبرة لنا جميعا، أعتقد أنه مصلحة الوطن اللي هي مقدمة لها كل المصالح الفردية والذاتية، وبالتالي إحنا تعظيم هذا المعظم حتى أنه نصل في بلدنا إن شاء الله تعالى أن يكون نموذجا يحتذى في المنطقة. أستاذ مد الله، ما رأيك بالتربية الوطنية؟ هل ترى مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخداماتها وما نراه هنا أو هناك وما نسمعه هنا أو هناك ومن اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منبرا لنشر ثقافة الكراهية والنفاق والاتهامات والسوداوية، احنا في عندنا تربية وطنية، في عندنا وطن نعتز به، اين تجد دور مؤسسات المجتمع، الأحزاب، المجتمع المدني، المدارس، المؤسسات التربوية الثقافية؟ كيف تقيمون واحنا عم نتحدث من مكان يعني هو فيه سجل للوطن وأبرع وأجمل ما يمكن أن يكون عليه يعني شكل التربية الوطنية؟ شوف يا أخي سيادة الأب، أباؤنا وأجدادنا كانوا يأكلون من صحن واحد، في صحن واحد، وتجمعهم يجمعهم الخير ويجمعهم الجامع الكبير لهم الوطن، ثم يجتمعون في السراء والضراء. نعم. وبالتالي طالما يعني صحنهم واحد الذي يأكلون منه ويغمسون فيه. صحيح. وبالتالي هذا الصحن اللي أنا بسميه اللي هو الصحن الكبير هو الوطن. وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني الأصل أن تكون وسائل للتواصل وليس للتناحر ولا للبغضاء ولا نشر الكراهية، وإنما أن نعزز، وهذا التطوير المناهج في التربية والتعليم، أن تعزز الوحدة الوطنية والقبول بالرأي والرأي الآخر، ولا تعزز التناحر بين أبناء الوطن الواحد، وإنما تعزز قيم المواطنة الجامعة والهوية الوطنية الجامعة للأردنيين، وأن تحافظ على وطنهم وعلى بلدهم وعلى مؤسساتهم وعلى منجزاتهم. أعتقد هذا مطلب لنا جميعا بأن نغرسه في نفوس أبنائنا، كما أن آباءنا وأجدادنا الذين جزء منهم لم يتعلم وإنما تربى على أنه يعني هذا جاري ويجب أن أحترمه وأقدره وأشاركه في أفراحي وأتراحي. الأصل اليوم نعلم أبنائنا القبول بالرأي والرأي الآخر، ثم اللي هو نشر الكراهية والبغضاء لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما يعني تقوض هذا الوطن وتسمم هذا الوطن. وبالتالي إحنا أمامنا مشروع كبير. نعم. اللي هو مشروع الوطن الأردني الأصل والهوية الوطنية الجامعة لنا جميعا، أن نعززها وأن نهتم بها وأن نربي أبنائنا على أن الأردنيون جميعا إخوة، بينهم نسيج مجتمعي، بينهم سلم مجتمعي. الأصل يعني هذا يكون ديدا يعني القادة والتنويريين والتربويين وقادة الرأي في التربية والمعلمون اللي هم اليوم يعني هم يعني على مسيس وعلى تواصل مع أبناء الطلبة، إنه يعني هذه الثقافة السوداوية لا تبني وطنا. نعم. والأحقاد لا تبني وطنا، وإنما المحبة والألفة والأخوة وحقيقة حسن العشرة هي لتبني هذا الوطن وتعززه وتقويه. سيدي، عنوان المواطنة هو العنوان الأقوى والأشمل والذي يوصل إلى تحقيق الرفاه والخير تحت عناوين العدالة والمساواة. نحن عندما نتحدث عن مواطنة في المملكة الأردنية الهاشمية، نحن جميعنا مواطنون، والحديث عن الحقوق يقابله حديث عن الواجبات. كيف ترى واجب الأردني والأردنية؟ كيف ترى واجبنا
في أن نحقق مثل هذه المواطنة. شوف، طالما يعني الدستور يعني أن المواطنون الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، نعم، وهذا نص جامد بحاجة إلى تفعيل وحيوية، إنه يعني اليوم الأردني بحاجة أن يكون فاعلا. بناء الأوطان ليس بالتغني والشعارات، وإنما بالبناء والجد والعمل وتعزيز هذه القيم كلها في خدمة الدولة وفي خدمة الوطن، وإنه يعني إرساء قيم المحبة والأخوة بيننا، وإنه إن شاء الله تعالى يعني ما يأتي اللي هو قانون الانتخاب وقانون القوائم الوطنية إنجاز تعبيره، وما هو إلا يعني مدماك في موضوع اللي هو تعزيز قيم المواطنة، وأن الأردنيين يعني المسيحي ينتخب المسلم وينتخب البدوي والشيشاني والشركسي وابن المخيم، كلهم يعني كلنا سائر في خدمة هذا الوطن، طالما أن يجمعنا سماء هذه المملكة وعلمها وقائدها. أعتقد أنه إن شاء الله تعالى أنه بحاجة إلى تأطير هذه القضايا والتركيز عليها بين أبنائنا الطلبة، وهذه الثقافة السياسية اللي بحاجة إنه أبنائنا اليوم يتعلموها من من منذ نعومة أظفارهم، حتى يتخرج جيل إن شاء الله ينشر رسالة المحبة والأخوة ليس في الأردن فقط، وإنما في العالم أجمع. عندما يذهب للدراسة في هذا البلد أو ذاك يفتخر ويعتز بأنه أردني وبهوية الأردنية الجامعة التي تربى عليها، بأنه يحترم الرأي والرأي الآخر ويقبل بهذا الرأي والرأي الآخر، وأن الأردنيين اليوم متساوون في الحقوق والواجبات أمام الدستور اللي بنحترمه وبنقدره وبنعزه. هذا الوطن وطن مقدس، نعم، وارتباطه بالقداسة هو ارتباط تحدثت عنه السماء، وهنا هذه الجغرافيا هي جغرافيا الأنبياء، عرفت الأنبياء وعرفت الرسالات، وهذا الأردن مقدس، والأردن بطل على القدس 70 كيلومتر أو أقل شوي بيننا الآن من هذه التلة العمانية الجميلة عن القدس. كيف ترى يعني رسالتك إلى الأردنيين الذين يعشقون السماء ويحبون هذه الأرض وينظرون إلى القدس؟ إيش الرسالة اللي بقدمها سعادة الأخ مد الله الذي يعني تقلب في مواقع عدة؟ أنت الآن عضو مجلس أعيان، ولكن أيضا كنت في عضو مجلس نواب 17، ومن تجربتك قضية القدس بالنسبة لنا نحن. شوف، إحنا أول شيء القدس يعني قضية محلية لا يمكن أن ننسى تضحيات الجيش العربي الأردني على ثرى فلسطين، نعم، سواء كان في اللطرون وباب الواد وصور باهر والشيخ جراح، يعني مئات بل من شهداء الجيش العربي الأردني، ولا يوجد جيش في المنطقة قدم شهداء على ثرى فلسطين مثل الجيش العربي الأردني. قدم إخوة أردنيين مسلمين ومسيحيين. نعم صحيح. بالأمس كان في مهرجان الأردن للإعلام العربي، الأردن الذي يحب القدس سمى هذه الدورة دورة القدس. القدس دائما في وجدان الأردنيين القائد والشعب. يعني القدس أول شيء في ضمير الأردنيين، القدس نعم. قضية محلية وطنية أردنية، قدموا نعم. الأردنيين دائما وأبدا، الأردنيين بيعتبروا القدس قضية محلية يتعيشوا في جوانب بين جوانحهم وفي قلوبهم وفي قلب قائدهم، والوصايا الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية أعتقد اللي بيقوم فيها جلالة الملك ويقودها هي محل تقدير وإعزاز لدى العالم أجمع، وهذا يعبر عن ضمير الأردنيين في هذه المرحلة، أن الإخوة الفلسطينيين القابضون على تحية لهم وتحية الأم الفلسطينية اللي يعني قدمت جيلا من الشهداء وربت جيلا من الناس المرابطين على ثرى فلسطين، واللي يقبعون في السجون والمعتقلات،
هذه الأم الصابرة التي ربت أبنائها على حب هذا الوطن. أعتقد أن الأردن له دور كبير في هذه المنطقة والحمد لله، سواء كان في تعزيز صمود أهلنا في فلسطين وفي الشيخ جراح وفي المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ثم كذلك دعم أهلنا في فلسطين 48 لكي يحافظوا على عروبتهم. أعتقد أن الأردن اليوم في طلاع الدول المتقدمة التي تقوم بهذا الجهد الضخم في خدمة فلسطين، وهذا ليس منة وإنما واجب وطني أردني مقدس في عنق كل واحد أردني يقدم خدمة لأهلنا في فلسطين التي نتعايش احنا وياهم على. نأمل إن شاء الله أن يقوموا وحرروا بلدهم وأن يقيموا دولتهم المستقلة على أثاث فلسطين إن شاء الله، يعني عاجلا غير آجل بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الحديث مع سعادة العين مد الله الطراونة الكركي المؤابي الأردني حديث شيق. أنا أعتز بصداقتي مع سعادة العين ابن العم مد الله الطراونة. في هذه الليلة رافقناه في جولة على الوطن، على الحياة السياسية، على العلاقة المسيحية الإسلامية النموذج، وعلى هذا الدور الذي تريده الدولة قيادة بإرادتها وشعبا بتمسكه وإيمانه ووفائه وولائه لتراب الوطن والقيادة. نتحدث من هنا من متحف الحياة السياسية، المبنى الذي كان مجلس الأمة في هذا الوطن العزيز. من هنا تحكى قصص التاريخ الأردني للإنجاز. الصور الوطنية الكثيرة التي رسمتها شخصيات وأبناء هذا الوطن في هذا المبنى في ظل قيادة واعية رسخت مبدأ الحب بين القيادة والشعب، والحب بين مكونات الشعب مسلمين ومسيحيين. نقول في هذا المساء لكم أيها الأحبة إن هذا الوطن بعد أن سجل 100 عام من الإنجاز والحب والسعي يقبل على 100 الثانية بنفس العزيمة والإرادة التي نحملها من الهاشميين ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وولي عهده المحبوب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. نقول لكم في هذا المساء سعدنا بكم بمتابعتكم. أنا وضيفي صاحب السعادة العين مد الله الطراونة، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، وليبقى هذا الوطن كريما حرا في السياسة وفي الإيمان وفي الاقتصاد وفي ولاء شعبه للسماء وللأرض. من عمان، من مجلس الأمة الأول في المملكة الأردنية الهاشمية، نستودعكم الله وإلى لقاء في الأسبوع القادم. تصبحون على خير.